صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. وبمناسبة ثورة 30 يونيو أو ذكرى، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو. خرجت فيها جموع المصريين من كافة الأطياف للدفاع عن هوية الوطن. تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا طهرس الثاني بالتهنئة للشعب المصري وقيادته السياسية الممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومختلف الأجهزة الوطنية المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو العظيمة. وجاء في برقية التهنئة هذه الثورة التي خرجت فيها جموع المصريين من كافة الأطياف للدفاع عن هوية الوطن ومقدرات وإعلاء قيم العدالة والتنمية والمواطنة، وهو ما نرى ثماره الآن في كافة المجالات. ونثق أن القادم سيستمر في التحسن بمعونة الله وحكمة قيادة الدولة وخلاص المصريين وإخلاص المصريين لوطنهم. حفظ الله مصر شعبا وقيادة، وأرسى خطواتها على الطريق نحو الجمهورية الجديدة. أنا عن نفسي بقول للكنيسة الأرثوذكسية: خليكي في حالك، خليكي في قيادتك الدينية، سيبي الشعب يقول اللي يقوله ويعيد اللي يعيده، بلاش تدخل في السياسة. كنا بنعاتب على الإخوة أو الإخوان إنهم بيتدخلوا بين السياسة والدين، كفاية تدخل عشان الشعب تعب وأرهق من كتر أو من كتر الكلام ومن كتر النفاق والتدليس. حقيقة الأمر أمر آخر، وهو أمر صعب جدا. شاب مذبوح وملقى في ترعة رواد التواصل، العثور على جثة مينا ابن أمير فهيم الغائب منذ يوم، كان جدع مع الناس كلها وما زال. مسلسل تساقط ظاهرة الشباب مينا أم أمير فهيم ابن كفر يوسف السنبلاويين سائق التوك توك ابن 19 سنة الغائب منذ يوم، قتل مذبوحا بدم بارد ملقى في ترعة. مينا أمير محدش يتعامل معاه وشاف منه حاجة وحشة، راجل قوي مع الناس كلها وشايف شغله. مينا كان طيب، مينا ما يستاهلش ده، حد غلبان قوي وفي حاله، وكل اصحابه في الكنيسه وبره الكنيسه بتحبه. ذنبه ايه؟ عمل ايه عشان يموت بالطريقه الصعبه دي؟ عاجل قتل مذبوح شاب. مينا كان شغال على التوك توك امبارح ومن امبارح واهله ما يعرفوش عنه حاجه. مينا 19 سنه، مينا رايح تانية جامعة. مينا الشرطة وصلت لجثمانه من ساعة تقريبا، ومع الأسف أهله تعرفوا على الجثمان. مينا كان طيب، مينا ما يشتهلش كده، ده ربنا يصبر ويصبر أهله. حقيقة الأمر أمور صعبة جدا جدا ما يجده الأقباط المسيحيون في هذه الأيام الصعبة، وغير المسيحيون أيضا، كما رأينا نيرة أشرف وكمان الأجهزة الأمنية تنجح في تحديد مكان اختباء المتهم المستشار بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذا للإذن القضائي الصادر لضبطه وإحضاره. وأضاف بيان وزارة الداخلية: وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. هذا ما وصلنا إليه، لكن لم يكن هناك معلومات أكثر من ذلك. معلومة أخرى أو بيان آخر: فيديو أمال ماهر توجه رسالة تطمئن وتطمئن جمهورها: أنا بخير، أصبت بكورونا بسبب ابتعادي عنكم وانتظروني قريبا.
وجهت المطربة المصرية أمال ماهر رسالة طمأنينة لجمهورها بعد تداول منشورات وحول اختفائها. وقالت أمال ماهر في مقطع فيديو: مساء الخير جمهوري وأهلي، أنا بخير الحمد لله. حبيت أطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت ما كنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا والحمد لله اتعافيت، وحقيقي أنا بتمنى لكم كل الحب وبشكركم على خوفكم عليا اللي شفته ولمسته منكم، وده يدل إن ربنا راضي عني. وتوجهت أمال ماهر بالشكر قائلة: بشكر جمهوري العربي من كل قلبي، وبحب أهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو كل عام وأنتم طيبين. واختتمت قائلة: وأنا بخير الحمد لله، وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريبا. هذا ما وجدناه إليكم اليوم. خبر آخر: في مثل هذا اليوم الخميس 30 يونيو 2022 23 بقونا من 1738، هذا اليوم 23 من الشهر المبارك، أحسن الله استقبال وأعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب يا آبائي إخوتي أمين. وهو 23 من شهر بقونا نياحة القديس أبا نوب المعترف. في مثل هذا اليوم تنيح الأب القديس الطاهر أبا نوب المعترف. كان هذا القديس راهبا فاضلا بأحد أديرة الصعيد في زمان دقلديانوس، الذي عذب الشهداء كثيرا وسبك دماءهم حتى أنه سبك دماء 80 شهيدا في يوم واحد. وحدث في أحد الأيام أنه ذكر أحدهم اسم القديس أبا نوب فاستحضره أريانا والي أنصنة وعرض عليه السجود للأوثان، فأجاب القديس قائلا: كيف أترك سيدي يسوع المسيح وأعبد الأوثان المصنوعة من الحجارة؟ فعذبه كثيرا ثم نفاه إلى 5 مدن الغربية فأقام هناك محبوسا 7 سنين حتى أهلك الرب دقلديانوس. وملك قسطنطين البار أصدر أمره بإطلاق جميع من في السجون وأحضرهم إليه ليتبارك منهم، لا سيما الفضلاء منهم وهم زحاريس الآنسي ومكسيمينوس الفيومي وأغابي الذي من داني وأبانوب من بلقوس. وانطلق رسول الملك ويخرج القديسين من السجون، فكانوا يخرجون وهم يرتلون ويسبحون الله. وكان القديس أبانوب قد عاد من 5 مدن وأقام بجبل بشلة ورد في خطوط بشبين القوم بجوار روى، التقى به رسول الملك فأخذه معه في مركب إلى أنصرة، فالتقوا بالمسيحيين وبالأساقفة ورسموا القديس أبانوب قصا. وحدث بينما كان يقدس عند قوله هذا: قدس القديسين فمن كان ظاهرا فليتقدم، إنه رأى السيد المسيح له المجد يتجلى في الهيكل بمجده الأثري وهو يغفر خطايا الشعب التائب. وسافر الرسول إلى الملك ومعه القديسون وكان عددهم 72. ركب كل 2 منهم عربة، ولما مروا على إحدى البلاد وكان بها أديرة للعذارى خرج للقائهم 700 عذراء وهم يشدون ويرتلون أمامهم حتى غابوا عن الأعين. ولما وصلوا ودخلوا عند الملك طلب إليهم أن يغيروا ثيابهم بأخرى جديدة فلم يقبلوا، فيتورق منهم وقيل وقبل جراحتهم وأكرمهم وقدم لهم مالا فرفضوا وأخذوا ما تحتاج الكنائس من سطور وأواني، ثم ودعهم الملك وعادوا إلى بلدهم. وعاد القديس أبا نوب إلى ديره، ولما أكمل سعيه تنيح بسلام. صلاته تكون معنا وربنا المجد الدائم آمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، وأرجو الاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم آمين.